حضرة الأسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد. لكل متابعي إذاعة الحياة FM على 93 في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا بكم في توقيته الجديد منتصف النهار ونصف وخرنا المعذرة وخرنا شوية اليوم من كل يوم أحد. طبعا نحن نحب البلاد كما لا يحبها أحد. عبر أثير زهرة الحياة FM نقدم تاريخ هذه المدينة وعلاقتها بإرثها العام الماضي منه والحاضر. سعداء باستقبال ضيوفنا الكرام ساداتنا في هذه الحصة في الاستوديو، وأتشرف باش يكونوا سندي طبعا في برنامجكم حضرة الأسياد. سيدي أحمد التليلي المسعودي مدير إعدادية بيت الحكمة بالقيروان، أهلا وسهلا شرفنا. أهلا سي شكري، مرحبا بك وألف شكر وتحية إلى إذاعتكم الكريمة على هالدعوة الرائقة، وتحية موصولة لسيادتك على رقيك ونبلك. شكرا. يعيشك سيد أحمد، مرحبا بك. اليوم باش نحكي وعنا ما باش نحكي، وبطبيعة الحال فما مناسبة عنا باش نحكي فيها، هذاك علاش جبنا معناها مدير مؤسسة تربوية للحديث على هذه الفترة بالذات. كالعادة سيد محمد الهادي الشابي شهرة شهلول أمين سوق النحاس، مرحبا سي شهلول. سيدي مرحبا بكم، وإن شاء الله أيامنا طيبة وإن شاء الله ربي يسعدنا. سي شهلول اللي ما يحبكش راه مهبول. نعم وكذلك. أيوا. نعم صحيح. أيوا. إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن. مرحبا مرحبا سي شهلول. الشيخ العلامة عمران التميمي، مرحبا بك سيدي عمران. مساكم بالخير، يعيشك وبك أكثر يا سيدي. نورتنا. الله ينورك يا سيدي. مرحبا بك وبالسادة المستمعين. يعيشك شيخ قناة عمران. حياة FM سيدي، قناتنا الرسمية. إن شاء الله يا سيدي تكون حياتنا سعيدة. إن شاء الله. وإن شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب. أما اليوم باش نبداو الحصة يعني قبل كل شيء أنه فما موجة كبيرة متاع سخانة. يعني فما هجوم صار وقته متاع السخانه وقته. كيفاش سي عمران وقته؟ وقت توا السخانه توا مو عندنا توا، يقول قايل الصيف مازال ما دخلش. اي هو الطقس كيما البشر. أي. يتسلف هذوما السلف. ايوه فهمتني، قبل الصيف. علاش يقول لك ايامات السلف هذوما؟ لان في الصيف تجينا ايامات مروحه. فهمتني، هذا يتسلف من هنا ويرجع في الصيف. أما الأكيد مش باش تقعد هكا الحرارة، درجة الحرارة متواصلة. لا هذه روعوا ساعة ساعة. يقول بكري واحد يتحدث فيها قال يا شيخ الصيف جاء على بكري. لا ما جاش على بكري، هذاك هو هذاك هو قمروه انتوما في ماي آخر ماي، فهمتني، قبل دخول الصيف بجمعة بعشر أيام تقاه يجي السخانة ويجي كذا وهذاك هو. أيوة ولكن سمحني شيخ عمران، فما تغييرات مناخية يشهدها العالم أكيد، ويعني والباحثين في هذا الأمر يعني استشهدوا أنه فما يعني فما تغييرات كبيرة، أنه درجة الحرارة بصفة عامة يعني في الكرة الأرضية ارتفعت. أي. لعدة عوامل وأسباب معناها طول شرحها. دونك أنا نتفكر قبل أربع سنوات في أفريل جات الموجة متاع السخانة هذه. صحيح جات في أفريل تقريبا. صحيح. أربع صحيح. سنوات أو خمس. أي. سنوات. أي. التالي وجاتنا في رمضان. وجات في رمضان تقريبا. أي جاتنا في رمضان. إيه توا في عادة فما يعني فما تحذيرات ما نعرفش أنا مثلا لهنا نحكيه في مدينة القيروان. أي في السخانة هذه شهلول، خلنا نبدأ بشهلول. شنو هما التحذيرات شهلول يا أخي؟ احنا الصيف نجبدوا له العباين ونجبدوا الكبوت ولا شنو نعمل؟ نحيو دبشنا، نحيو دبشنا. ايه ونلبسوا النصيد، ما نجموش نلبسوا توا ديريكت، يبدو لي انهم. لا لا بالنسبه للصيف انا نبدل اغزر. انا بالنسبه لي انا نبدل مع الحاكم. اقعد انا نظامي واضح وتقريب السادة المستمعين يشاطروني الرأي. أنا بدي مع الحكمة نتابعوا يعني وزارة الداخلية وقت اللي يعني هم يصيفوا احنا نصيف. هذاك هو من أول الدنيا احنا كده. هذا هو بس يشهلول، أعطيني فما استعدادات لل... نعم. للصيف اللي نعم. الروينة وزتوا وقت الروينة الصيف في استعداد حاجات كبار مش مصغار. شهلول سمح باش نحكيه، نحب أنا ما يسالش باش نتحسف عليك شوية بعد إذنك. فيما يخص النحاس، أنا هو النحاس اللي نستعملوه في الصيف وبعد ندخله في الاستعدادات. نبدأ بالنقطة هذه. شنو في الصيف النحاس؟
النحاس شنو؟ لا مش نقول لك الحليب، مش نقول لك مثلا الدقرية اللي ما قعدتش، مثلا الدقرية كانوا يعملوا فيها الروينة قبل الدقرية. أيوة اللي فيها زوز وذنين. لا الدقرية بلاش وذنين، الدقرية شبه الحلاب بومبي، هي شكلها بومبي هكا، هذيك يعملوا فيها الوحدة الروينة. الروينة الروينة هذه بالنسبة للحلاب ولا القمصان تاع الماء، خاطر فيه الحلالب يختلفوا، فما أشكال فيه. أنا تعجبني شربة النحاس. أنا تعجبني شربة النحاس وشربة البلار. إيه هذا شرب النحاس، إحنا هنا نشربوا في في في, في دبوسة. إيه معناها كان مثلا عطي ربي إيه؟ كل مؤسسة إيه؟ بس تشجع صناعة التقليدية وجهة معناها تفرض عليها الدولة كما تحط كواترو أنت تعمل ماذا بينا كواترو مثلا زربية تحطها هي تنجم تعمل أنت سي شهلول المبادرة. سمحني يا أستاذ ديكوراسيون كي تحط أنت كي تحب تنهض أنت بصناعة تقليدية كدولة تفرض أنت كوتيل مش تحب وتيل نفرض عليه أنا باش يعمل الجلد في الـ في الـ في الوتيل نتاعو ما صدق له على البرنامج لما يحط يديه باش تعمل كليم حتى كواترو مش بزربية باش تعمل مثلا زربية عرض خمسة ولا عرض ستة لا نعمل كواترو نحطه في اللونتري مثلا. يا ربي تفكير ساهمت كدولة في إحياء الصناعات التقليدية هذه معقول باش تجي مش تقول لي فهمتني ولا لو تحكي لي على الحلاب أنت أي أنا مثلا في الإذاعة هنا يلزم مثلا ثلاثة حلالب أربع حلالب باهي هذه شهور تبادر أنت بالمبادرة أنا بادر كل إذاعة فهمتني في القيروان عمل وكل بلدية كل قباضة هو تصديق القولك شهلول تصديق القول فما يعني منطقة يعني مكان هو مبنى كبير موجود في البلاد العربي هنا في حومة الجامع مولاه هي دار كبيرة دار كبيرة مغير ما نسميه عمل يعني على إحياء هذه هذا المبنى وترميمه وقت اللي حكيت معاه قلت له علاش هنا ما تعملش انا سمعني تعمل قال لي انا راني هذه جايينها ناس من اوروبا ونحب المشاهد هذه كي راوها وعمل لي يعني اتصال بصور وهزهم لوكالة اسفار في اوروبا قالوا له هذا المنزل هو اللي تخدمه وتخليه على اصله لا تدخل فيه الفيونس الجديد تخليه بك الفيونس القديم اي وكل الاقواس هذيك والياجور العربي وتعمل يعني متابعه للاشغال يعني التقليديه قالوا له خطر الى كان باش تعمل انت تحب تعمل الحاجات المودرن نتاع توا قالوا راك مش باش تفوتنا رانا احنا مالي المودرن مالي اللي بالبوتونات وتطور دونك احنا تخليه لنا كيكه باش السياح وهذه السياحة اللي في العالم تصديق القولك شهلول قاعدين يحبوا يشوفوا البلايس اللي عندها خصوصيات ثقافة سياحية يعني الخاصة جدا تصديق القولك سي شهلول به أعطينا توا الاستعدادات للصيف سي شهلول للصيف الاستعدادات هي فهمتني ولا أولا مثلا في الصيف أول حاجة مثلا الناس مثلا تبدل مثلا من الكبوس يتنعى الكبوس ما عادش في الصيف كبوس هاو شيخ عمال على أمن تو نجيك الحصة جاية بالعراقية آه يا بيه بيه سي شهلول تلبس العراقية أيوة وفما لحفة سوستي تسمى يعرف الحاجة عمال أيوة هاي فديك يلبسوها فما اللحفة العربي هذيك تلبس في الصيف فما لحفة سوستي بيضة الهيفة يلبسوها هذيك منها تغطي على السميشة وهو مولا الجب مولا اللحفة مستيق باللحفة من يحيي اللحفة لصيف ولا اشتيا لصيف ولا اشتيا حتى نتذكره معناه شيخ عبد المجيد بن سعد قبل الله الله عنده معناها اللحفة نتاعه تتكركر ديما اللحفة طويلة معروفة عليه الشيخ عبد المجيد معناها صيف وشتاء ديما باللحفة فما ناس ديما باللحفة تتنحى تاع الصيف تاع الشتاء ويلبسوا اللحفة تاع الصيف ديما فهمتني لا كذلك ثم السحابة تاع الصيف هاي مقيدة عندي أيوة كانوا يلبسوها الناس فهمت لا ما تلبسش هاي معناها يهزوها معاهم أيوة فهمت لا كده قاها في يمشي في فرح ولا كذا يبش يتغطى منها يتغطى بها مش وعلاش بيضة سي شهلول بيضة مخافة معناها تدخلك مع فصل الصيف أبيض وهذيك تاع الشتاء ما تجبدش أشعة الشمس صحيح ما نعرفش ايوه تقول هذا
أيوة. ولا والاخرى الكحله هذيك تاع المطر هذه بالنسبه للباب. كمل لي شهلول عاد وحاجه كمل لي الجبه. كمل لي الجبه شهلول. اي جبه نلبسوا جبه القمرايه. ايوه خاطر الابيض اللي بس في الصيد هذا هو جبه البيضه القمرايه ولا السكروده صفراء ولا ولا قرمسود. ايوه شنو القرمسود هذه؟ قرمسود هذه نوع او شي عمران يعرفها. قرمسود هذه قرمسود جبه رهيفه ومواج مواج حلوه يا سما. كانت عندنا في القروات فهمتني وتبرد. أيوة. فما عنق حمام فهمتني ولا فما الحمراء فما حتى الكحله اللي كيما هكا هذيك توا احنا جبايبنا الاكثريه الكل الحقيقه حتى نحيل القمرايه وكذا ونلبسوا احنا الجبايب حتى من كيرقاد نلبسوه مكان نايفين توا كيما هذه مثلا. اي الفريق التقني كان ممكن باش تاخذوا لنا الصوره. لا هذه الجبه نتاع الشيخ عمران هذه. هذه شنو هي الشيخ عمران هذه؟ لا قماش عادي هذه. أيوة. هذه تتلبس علاش كحلة هي في الربيع. أيوة. ورهيفة مش كما اللي جيت بها أنا في الشتاء. أيوة. فهمتني هذه متاع الربيع وقتاش تتنحك تتنحك يبدل كما قلت أنت الأمن وندخل في في فصل الصيف نلبسوا إحنا جبايب الرهيفين كما قلنا القمراية السكرودة السوستي نلبسوا ما اللي بردوا كما قال سي محمد الشابي حتى من اللحفة اللحفه تظل سوستي رهيفه. ايوه هي تبرد ما تسخنش اللحفه. مش يقول لك هو في الصيف حاطط لحفه لا لا هي تبرد فهمتني ولا وتحمي الوضنين وتحمي معناها القراجم. توا جبد على المرحوم الشيخ علي بن عبد المجيد بن سعد. عبد المجيد بن سعد كان يلبسها باش يحمي قراجمه. أيوة. لانه كان يصفر ديما بالساحل ويخدم وبحذاه الشباك نتاع كهرباء وكذا يعمل لك اللحفه. اي معقول على عرق. أيوة. حتى بالمناسبه. أيوة. الحاجه علي البراح كذاك باللحفه نتاعه. أيوة. موجوده حتى الصور. أيوة. محمد بن سالم رحمه الله باللحفه نذكروه. أيوة. حتى في كان سلامي من القدم. أيوة. اللي علم الحاج عبد المجيد بن سعد. أيوة. محمد بن سالم من الناس الافاضل والشيخ المرتيني كلهم كانوا باللحفه. كل اللي يحكيون علينا ما غلطناش عليهم ما اللي يحكيون عليهم وعاشروا معاهم يلبسوا اللحفة. هذه حاجة حكينا عليها اللحفة. أيوة. مش نحكيه مثلا في حتى في الماكلة تتبدل الماكلة نتاعنا في الصيف. في الصيف أيوة. نوليو مثلا في الشارع مع مثلا يقص الكارتياج واحد تولي مثلا طاسة وبرج. ايه فهمتني ما عادش ما خاطر الواحد انسان اش معناها طاسة وبرج؟ طاسة باش نحضروا سيرفيس هذه كيس سيترون. ايوه كاس ولا كاس رزاقه نقولوا نحن تاع باللوز هذاك. ايوه كان يبيع فيه بيك القعلول في باب الجلادين. ايه كان يبيع فيه الشقني. ايه كانوا برشا ناس يبيعوا فيه فهمتني ولا فما شكون اللي خلطها. ايه معناها يعمل اشطار. ايوه اشطار اشطار فهمتني ما تصور معناها فطور خفيف مش كما رزين كشكروت هريسه وتن ولا البلاح ولا في الصيف. في الصيف بدل فما فهمت اللي يعمل مثلا الروينه. اي هذيك يعمل خاطر من الدار. اي يعمل روينه فهمتني وفيها انواع روينه. روينه الشعير وروينه القمح. اي فما الشعير نتاع الصيف. ايوه والقمح نتاع الشتاء ونعمل حل الروينه سي. اي ونحطوها في بيدون ونحطوا البيدون هذاك وقتها ما كفا ماشي في الجدارين. اي توك البيدون هذاك للبير. ايوه هو فبتني من البير يا حسره فبتني باش من البير راهو مش في الفاجر. أيوة. ثم على الصباح كي يجي الواد مش يخرج ولا كذا يطلع له امي فبتني الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين طلع له البيدون هذاك ابرد من الفريجيدير. اي كان طبيعي طبيعي دلع كانت في البير. اي نحطوها في القفه ونحطوها في البير نظلوا ما نجموش ناكلوها بالواحد بالبرد نتاعها. ايوه ايوه سي شهلول برشا حاجات معناها كنا معناها الانسان يحضر روحه مثلا يولي مثلا يعمل تريف حتى في الـ في الـ في الاكله تاع الفطور يعمل مثلا فلفل مبقبق نقولوا نحن. ايه شكشوكه خفيفه. ايه فهمتني شكشوكه باش مقشف شكشوكه فهمت تقرع بالغاوي. لا فما اللي نحكيك على الماكله الخفيفه. اي اي بالقديد يعملوها. فما شكون يعملها بالقديد؟ انا احكي لك مثلا على الاكله مثلا نتاعنا نحن في القروان هنا يعملوها حاجه خفيفه هي عائلات كل واحد كيفاش يحب يعمل.
ما فما عائلات مختصة مثلا تقول لك نعمل مثلا جرينين فلفل في الطماطم نعمل سلايس فلفل وطماطم وفقوس خفيف بقبق هي هذاك هو فلفل وطماطم فلفل مبقبق ولا تعمل سلطة خفيفة ولا تعمل كعبتين مشلوش ما يحبوش ياكلوا برشا خاطر الدنيا سخونة ما ياكلش الانسان هانو يتلزم مثلا طريف للديسير طريف هندي مثل بردة كعيبة دلاع هذه نحية صيفة وبالنسبة للسخانة بالنسبة للسخانة باش مش نعم احميوها بالناس تعوم بالتعوم تعوم بالبير بالبير يعومهم بالماء بير فما نجمشي يعوم بالماء البير يحط الوحيدة في السميشة في السميشة القصعة مريض يتلقى الماء اللي يسمى بالعربية قصعة اي قطعة النحاس حطوها غادي في السميشة لا يمشي هون وبعد يجي على كالكليم ولا على كالشلت ويرقد فهمت وزاه وحتى في الجلد نقلبوه رب الجلد تقلب يتقلب الجلد ما نرقدوش على شعر في الصيف يسخن يتقلب هكا باش تجينا البرود والبيوت والبيوت قبل المجلس المجلس كما قال الحاج عمران البيت تغلس السكر المرأة تقوم بكري خاطر تو رجلها ما هو صناعي يخدم في الجرابة ولا في البزغجية ولا في السكاجين ولا مثلا معلم تقاعد مشى فهمت الله يدور وقت يروح فهمتني ولا مع نصف النهار كذا يروح يصير يدخل البيت نتاعه بعد ما يعوم يلقاه باردة تتسيق بالماء بير حتى بالكلف في توكس فهمت هاي الترومبا هذيك شوف كانت الناس قبل معناها بحاجة بدائية تسمى حاجة فيها نكهة صحيح وتفوح إذا تحب تفوح وتلتقى ذبين لحتى يلتقى الخيش مربوطة وتلقى قايلة وتلقاها الناس قايلة من ماضي ساعة من عامك ما تلقى حتى حد في البلاد إلا العصر الناس تقول في العصر طلعت العصر تبدأ الناس تخرج وقت ذاك ما في القاعدة تقاه الناس كل تقاه شادة ديار وكانوا الحاجة الأخرى زادة كانوا واحنا صغار يخوفونا يقولون راهو فما غول يطلع في القاعدة معناها أبار الليل يزمنا معناها باش نرقدوا ما كانش راهو يجيكم غول القاعدة نرقدوا بكل وقوموا بكل ما هي حكمة ديك نم باكرا وقوم باكرا هذا معروف كنت شنو الشيء القروان عندها سخانة غير عادية راه في كم الجمهورية تكون فما واحدة تقول لي سخانة لا سخانة القيروان ما فماش لا سهلول صحيح حسب علم وحتى وحتى أنا نبدأ أنا معناها حتى من خارج القروان كيف السخانة أو سيد أحمد يحكي لنا سيد أحمد يحكي لنا مثالش أنت راه جيتنا على موضوع خاص ولكن نحبوا تدخل معنا في الحوار سيد أحمد طبعا تشرفت بمعرفة الأخوة يحكيوا على المدينة العربي والقيروان وصيفها أنا بحكم ولد ريف الصيف عنده ريف شنو الريف ريف في سيدي بوزيد ريف في سيدي بوزيد وريف تونس العزيزة الغالية هو نفسه كلنا ولد تونس العزيزة الغالية طبعا هي مش لا هي مش حاج عمران يعني ما انتم تربيتوا في المدينة نسق الحياة عنده مختلف مختلف على نسق حياتنا في الريف نعم صحيح في الريف الصيف صحة واعتقد انه حتى في المدينة النمط الاقتصادي يتغير 180 درجة نمط الحياة الاقتصادية اليومية في الشتاء تختلف كليا على الصيف احنا في الريف مثلا 9 نتاع الصباح نكونوا انهينا عمل اليوم نهار راحة في الوقت هذا 9 نتاع الصباح سي معناها الفزان وقتاش مع الفجر صلاة الفجر 4 نتاع الصباح احنا خاصة اولاد الريف سواء النشاط الزراعي او النشاط الرعوي اي مربوط مختلف هذا هو النشاط الرعوي صلاة الفجر اللي عنده الغنم تمشي تسرح أيوة. خاطر دوب 8 ونص تبدا الناموس تروكس الغنم لازم تروح معناها مش بهيله سيد احمد طبعا ما سي ما عادش تركح ما ايوه فهمت النشاط الزراعي الفلاحه سي نورمال تسخن الدنيا على المزارعين لازم يروحوا 9 نتاع الصباح الوالده يذكرها بالخير تجيب لنا جرادق سخونه مع الرايب واحنا بحكم ان منطقه سيدي بوزيد نزرعوا البقلوتي برشا يبدا البقلوتي جويد مع طماطم هكا مشي اي هو سيد احمد على فكره سيدي بوزيد والقروان تقريبا نفس العادات والعائلات هي بيدها موجوده متداخله فما سبب
من جهة الإعلام الداخلي، من جهة حاج بلعيون، من جهة نصر الله، من جهة ولاد حفوز. أيوة. ولاد حفوز أصلا تاريخيا كانت تابعة القيروان 74 وقت اللي تأسست ولاية سيدي بوزيد تابعة، معناها تقريبا هو نفس النمط لكن عنده نكهة. سيدي أحمد توا الصباح شنو هو الفطور بتاع الصباح في الصيف نحكي؟ الصباح بكري. أي. الصباح بكري جرادق مع زيت وإلا البسيسة، البسيسة أنتم نفس الشيء نسموها الروينة، نحن نسموها الروينة نفس الشيء. أي. الروينة نفس الشيء أو العبود. البسيسة البسيسة اللي في شكل بالرمان بالرمان وقت الكرموش بالكرموش نفس سيدي أحمد في الماكلة العادية بتاع منتصف النهار. الماكلة الخفيفة سلايط. أيوة. شو معنى سلطة؟ فلفل بصل حشيك صحيح. معنى أقل ما يمكن من المقليات به في الليل. الشربة اللحم سيد أحمد وسيد بوزيد مشهورة اللحم. أعطيني اللحم في الصيف كيف أكثره استهلاك الدجاج العربي. فروج لأنه ينقص معناها اللحم. ينقص اللحم الأحمر. اللحم الأحمر يولي نحكي على العائلات الريفية. إيه طبعا اللحم الأحمر ينقص تقريبا ونولوا نستهلكوا المنتوج المحلي بتاع الدار اللي هو دانت. خطر المعروف سيد أحمد فما حاجة الأولاد تعرفوها يقولوا الدجاج في الصيف دواء. هكا يقولوا معنا في أوس ولا بعد أوس ونعرف شكون عائلات في حدا تابعين ولاية القيروان يقولك باش نوسوسوا. اش معناها نوسوسوا؟ معناها باش ناكلوا الدجاج العربي في أوس. نوسوسوا وهي بين معقفين. نوسوسوا معناها باش ناكلوا الدجاج العربي في أوس لأنه مفيد جدا. أيضا خويا الحاج قال البرشني فعلا البرشني راهو لحمه يبرد مش كيما العلوش. لحم العلوش يولي خشين شويه خاصة على الصحة مش صح. اما البرشني لا اهدى لحمه هادئ استهلاكه يكون افضل من لحم العلوش. لكن يبقى الصيف ضيف لان مدة ضيف. معينة ويمشي ويعود ويرجع للحياة. ولكن سيد احمد هو يبقى ضيف ولكن معناها في يعني في السنوات الاخيرة تقريب 6 شهور شتاء و6 شهور صيف معناها كي يجينا نحسبوهم الواحد كيفاش وقتاش شكري هكا ولا صارت التجربه اللي عاشها العالم مع تجربه الكوفيد 19 والايجابيات اللي حصلت للمناخ في العالم جراء حالات الحجر الصحي اللي تصير وعلى مستوى المصانع وكذا هذا يخلي الانسان يراجع نفسه لانه ما الذي ادى بالدفئه الكره الارضيه درجه حرارتها ارتفعت علاش هو نشاط انساني بشري هاو كيف تنقص من نشاطك شنو هو يصير راهو كي صارت حالات الكونفينمان الانتاج الصناعي ينقص الغازات نقصت حتى الاوزون رجع دار نفسه معناها بين معقفين العباره اذا راهو اللي تعملوا يصير احنا درجه الحراره هذه راهي غير طبيعيه الانقلاب الصيفي مازال ما صارش مازال الوغرات اللي نسموهم غسرات مازالوا ما جاوش واحنا هاك تشوف انا نخدموا مع بعضنا انا من اول رمضان انا قعدت بهت اي انا من اول رمضان تذكر لانه طبيعه خدمتي ماشي وجاي وبيروي الفوق ونتحرك برشا فالحقيقه ما عادش طايق اللبسه الرزينه شوي لكن الحراره غير طبيعيه الحقيقه وهذا راهو يشمل الكره الارضيه الكل كل يعني حتى في اوروبا فما يعني برشا ناس قاعده تتشكى زملاء في الخليج يبعثوا لي في تصاور 62 درجه في الشمس معناها 62 درجه في الشمس معناها في الظل نحي معناها 50 درجه في الظل انا عشت في عمان فتره الحقيقه الارض معناها مطلب اللطف من عند ربي الحمد لله وهذا ابتلاء واختبار ويا ربي لك الحمد راه به توا احنا باش نحبوا نخرجوا من موضوعنا نتاع الصيف الضيف هذا اللي جانا ولكن الحاجة المميزة أنه في الصيف هو فصل تكثر فيه الغلال أي تقريب والغلال هذه معناها تقريب حتى معناها من الإنسان البسيط ونعرف توا الدنيا غليت برشا بصراحة يلقى سيد أحمد يلقى نوعيات ويلقى الشواء ويلقى الاختيار فهمتني باش ينجم يشري ولكن فما حاجة مهمة نفتح قوس صغير أنه لازمنا نعملوا على رواحنا في الظروف هذه تولي يعيشها العالم لأنه فما حرب كبيرة اللي قاعدة سايرة
معناها الحرب تسميوها حرب القرن ولا كيفاش تحبوا تسميوها، انه روسيا واوكرانيا. وبان بالكاشف انه دوله معناها روسيا واوكرانيا من اهم الدول المنتجه للحبوب دونك العالم في ازمه، ولهذا تقريب معناها من المنبر هذا ان يلزمنا نحافظوا على الثروات ونحافظوا على الزراعه نتاعنا، وهذا فصل نتاع حصاد. وقتاش سيد احمد الحصاد يتم تقريبا؟ كل العمل هو 15 جوان قانونا اليوم. 15 جوان لانه يعني قبل 15 جوان نعرف فيها مخالفات اي فلاح يحصد قبل. شوف 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 معلومه مهمه، فيها مخالفات قانونيه. صار سيد احمد سامحني يعني مش والله مش نمشي نحصد انا، انا نحكي وزارة الفلاحة عندها تاريخ معين مضبوط لحصاد الشعير وحصاد القمح. أيوة. ونعرفوا العائلات إخوتنا في الشمال الغربي راهو العولة اللي باش يخلوها يفوتوا عليها أوسو القمح اللي باش يعولوا منه وباش يتخزن للعائلات. يلزم الحبة تنضج في السنبلة بتاعها. هذاك علاش احنا كي نحصدوها قبل الحبة تظهر حبة قمح لكن مش ناضجة. السميدة يجي مستكر. دقيق بتاعها. وشي على حكم. احنا ما يمنعنا كان حاجه واحده، العمل. لا خير في امه تستهلك من وراء البحار. احنا سهولنا وعنا الارض وعنا الماء، احنا تنقصنا حاجه واحده هي الاراده. الوقتاش باش نبقوا صارت مشكله في اوكرانيا وروسيا واحنا جواع على هنا. احنا عندنا هنا شرتاب على الوتيدي ديوان الاراضي الدوليه وابار وسنطيج، وعلاش؟ سؤال لازم يسالوا الواحد، احنا ما ممكن نروح. هو سيد احمد حسب رايك انت نجم الحق والاكتفاء الذاتي بالقمح تاعنا؟ يبدو لي انا باش نخرج على الموضوع. تقابلت مره انا وفد صيني في بيروت سنه 2015 عندهم دراسه على هنشير تابع معتمديه جلمه من ولايه سيدي بوزيد. هنشير هذا في تقريبا لا شنو وقتها في 2011 تونس كانت مباحه للجميع. الناس كلها تقدم في دراساتها واحد، لكن عملوا دراسه على هنشير. هذا هنشير فيه 3000 هكتار تقريبا وفيه قادر على إعالة أكثر من 5 أو 6 ولايات بالقمح. اللي نعرفه على الأقل كأستاذ تاريخ وجغرافيا ومعرفتي بالبلاد التونسية، الهناشر اللي موجودة في جهة سبيخة سيسب وعلم وهناشر اللي موجودة في النفيضة وهناشر يعني احنا مشكلتنا فقط الشعب التونسي يثني الركبة ويختم. كفانا قيلا وقالوا بي وعليك. معقول كي تدخل اي رحبه تونسيه ما شاء الله بالالوان الخوخ البطيخ الثوم يعني مناظر. انا عشت في 5 سنين في افريقيا، كي تقارن الرحبه التونسيه شنو فيها من خضروات وغلال ونجم، لكن هل عندنا الاراده باش فعلا نقولوا راهو ما عادش نستوردوا حتى؟ وانا نعرفش هي الحقيقه تبقى اراده لازم عقليه لازم تترسخ في عقل التونسي يعني. كي تخدم ما تفكرش لشكون تخدم، فكر انك فرد في امه في شعب تبني في وطن. شنو باش يجازوك هذه اذا كان باش كل واحد يستنى ايش باش يجازوني راه مانيش باش نتقدم. معقول ياسر. نستاذن منكم بفاصل موسيقي. ايوه محمد جبالي باش تقعدوا انتم بجنبي توا وخليني جنبك. خليني جنبك طبعا غنية جميلة برشا. محمد جبالي عرف شكون يختار معاه، اختار معاه المطربة التونسية نجاة عطية. صوت متميز بصراحة وكانت غنية رائعة جدا. ان شاء الله ديما بجنب بعضنا ان شاء الله. طبعا سيد احمد تليلي المسعودي باش نزيد نواصل معاك، ولكن باش نواصل معاك الطريقة ذي في حديث مهم. بطبيعة الحال انت مدير إعدادية يعني رجل تعليم وإداريا تشرف على يعني سير دواليب معهد كامل أو مؤسسة تربوية. طبعا سوف نتحدث في هذا الجزء على الاستعدادات اللوجستية للإدارة بصفة عامة من الاستعدادات هذه أخص بالذكر هي الاختبارات النهائية للسنة الدراسية السنة بصفة خاصة مثلا 21 و22 فاش تتمثل هذه الاستعدادات. ويعني من خلال كلامك سيد احمد باش معناها هل فما علاقه الولي، هل الولي يكون ينجم شنو هو دوره في هذه الفتره؟ باش نخلي لك الكلمه سيد احمد تحكي لنا. تفضل. شكرا سي شكري، ربي يفضلك. عايشك. اخوه في مصر يقولوا كل سنه وانتم طيبين عند نهايه السنه الدراسيه. ايوه طبعا نحن
سنة دراسية 21-22 هي سنة خاصة جدا لأن جات بعد زوز عوام من كورونا. نسق العمل في الإدارة التربوية بشكل عام سواء للإداريين أو للزملاء المدرسين كان مختلف. وهنا نحب نحيي كل الإطار العامل في وزارة التربية في ولاية القيروان وخاصة زملائي في إعدادية بيت الحكمة الزملاء الأفاضل. نوجه لهم تحية لكم. تحية كبيرة برشا لزملائي. الحقيقة كنت سعيد جدا أني كنت فرد من الأسرة هذه. الاستعدادات أولا كان قسموها إلى استعداد لوجستي تقوم به كل الإدارات. هو على فكرة سمحني سيد أحمد مشان نقاطعك أنا غدوة الحي غدوة يوم الاثنين بداية الأسبوع المغلق ونختم السنة الدراسية باش نفكر وهذا هو باش نذكروا السيدة المستمعين غدوة تبدأ الأسبوع هي محصلة عمل أسرة خلال سنة دراسية كاملة. وكان تلاحظوا اللي الحاجة الوحيدة اللي ما يختلفوش فيها التوانسة هي قراية أولادنا. صحيح احنا نختلفوا في كل شيء سبحان الله نحن شعب غريب إلا في قراية أولادنا رانا نتوحدوا وعنا نفس النظرة ونفس اللهفة ونفس الرغبة في النجاح. وهذه سيمة من سمات الشعوب نورمالمون اللي تحب التقدم إن شاء الله نحن نكونوا منها. كإدارة احنا الحمد لله وفرنا كل شيء. احنا حاضرين غدوة للامتحانات من ناحية لوجستية نظافة القاعات دورات المياه توفير الإطار البشري المراقبة الزملاء الأفاضل السادة القيمين للتأطير الزملاء الإداريين لعمليات كل ما هو عمل إداري والعمل كل شيء حاضر. اللي بقى هما اللاعبين الحقيقيين للميدان وهم التلاميذ. خلينا نتفقوا سي شكري وانت ما شاء الله سيدنا وسيد العارفين اللي التلميذ التونسي حسب رأيي المتواضع ينقسم إلى صنفين: تلميذ الولي متاعه مهتم وتلميذ الولي متاعه سامحني في العبارة وهي مؤلمة جدا بايع الطرح. عندنا زوز أنواع من التلامذة. التلميذ اللي وليه مهتم هذايا بالنسبة ليه غدوة الليلة رو انتهى التحضير. احنا ما نجموش نطلبه من تلميذ الليلة نقول له حضر الغدوة. هذا مسألة علميا ومنطقيا غير منطق غير مقبول. لكن التلميذ اللي وليه مهتم عملية تحصيل المعلومة كانت تراكمية منذ بداية الثلاثي. يعني باش يختبر على مثلا ثلاثة محاور في اللغة الفرنسية غدوة احنا نعديه فرنسي في بيت الحكمة ثلاثة أو أربع محاور دي جاء كل نهار ونهار ويروح يحضر أموره واضحة. شنو اللي بقى؟ بقى لمسات فنية تحضير شوية مراجعة بعض المعلومات الدقيقة بعض التعاريف لمسات. صح. اللي وليه مش مهتم وللأسف وهذا بالحق يوجع برشا وهم الأكثرية التلميذ يسابق الزمن وأنا متأكد للأسف أنه صعيب يوصل. احنا نتمنى يوصل لكن راهو صعيب لأن العملية راهي عندها أسابيع بداية التحضير والمراجعة. المطلوب من الولي أولا أنا بتجربتي متواضعة قلت في التدريس أو في الإدارة ولكن ملاحظات هامة جدا وأنا على الأقل نمارس فيها على بنتي. أولاً يلزمنا ترقد بك يلزمنا نركزوا السادة المستمعين ونسمعوا مليح. تلميذ احنا غدوة الامتحانات أنا ما يجي تو عنده أربع شابيترات مات مش حضر مليلة مستحيل طاقة الاستيعاب لا يمكن. تلميذ يلزمه يكون شبعان نوم يلزمه يرقد بكري ويثيق بك إذا كان يحب يعمل مراجعة ولمسات يفيق لهم بكري. يعطيك الصحة. معروف أنه المراجعة نتاع الصباح بكري الميموار تبدأ مازلت فرشكة. اثنين التلميذ يلزمه يبتعد عن الأكل المزعج. هذه مهمة سيدة. فيش تلميذ سامحني مالك ما قال خويا قبل يعملها يبات على كسكروت كافتاجي ولا يتصبح عليه وماشي باش يعمل ساعتين فرنسية فرض فرنسية ساعتين. اي لا الأكل هذا راهو مهم. سلايط حاجات خفيفة نوم باكرا البدن يكون كمية السكريات فيه معقولة معتدلة ينجم يجابها كساعتين من غير ما معروف راهو التلميذ من اللي يدخل ياخذ وقت الامتحان قدرته على التركيز تبدأ تتناقص. ألور يلزمه يغنم كل دقيقة في أنه يسجل المعطيات والمعلومات على المسودة.
باش من بعد وقت يبدا باش ينظف الورقه نتاعو تبدا المعطيات ديجا حصلها في واضح. اما اذا كان باش نبدو من الدقيقه الاولى واحنا تعبين نقسينهم يتثائب التلميذ وتعرف سي شكري واحنا في المراقبه يبدا يشري في الشبوك التلميذ اللي مش محضر او عمل ساقيها او طيش ورقه او جبد ستيلو مع صاحبه واحيانا يحب يشري المشكله باش يخرج. واحنا هذا كله الحقيقه نحبوا نتجاوزوه لانه العائله كامله من 15 سبتمبر لليوم واحنا نستناو فك الزهره هذيك باش تكمل تفتحها ونكملوا ان شاء الله سنتنا بالنجاح. راهو الواحد يستعد لها. كنت لاحظت سي شكري ايضا الثلاثي الثالث هذايا وانا الحقيقه ريته من العائله ومصغر عندنا في بيت الحكمه. الثلاثي هذا اتسم بشهر رمضان الفضيل. أيه. صح ولا؟ صحيح. احنا نكملوا العمل الساعة الرابعة. الأربعة غير أربعة. أغلب التلامذة صايمين. الفترة من اللي يروح من الأربعة غير أربعة إلى حد المغرب تقريباً ما يراجع حد شيء. ما يراجع حد شيء. والسبب واضح. صايم من نجمش كذا. وجب المغرب افطر. والله تعبت وتحليت وكذا. أيه. صدقني. واعتقد ان الكثير والاخوه المستمعين يشاطروني الراي ان فتره المراجعه في شهر رمضان تقريبا تلامس الصفر. تقريبا صحيح. تقريبا شهر رمضان بالحقيقه كانت بعد رمضان التلامذه دخل عليهم السخانه. كان تلاحظ منسوب العنف في السنه كان عنده تاثير كبير على التحصيل الدراسي. وانا لاحظت في النتائج نتاع المؤسسه عندنا 20 قسم احنا في المؤسسه ثم 6 اقسام تراجعت نتائجها. المعدل العام للقسم تراجع والمعروف العكس. الثلاثي الاول يكون صعيب الثلاثي الثاني هو اللي يقدموا فيه هذا. احنا قاعدين نعيشوا في بصراحه في حاجات غريبه معناها تلميذ نورمال مو يقدم لا احنا لاحظنا تلاميذ كثيرين يوخروا مع العنف مع مظاهر قاعدين نشوفوا فيها يعني سامحني يعذرني الولي راهو استقاله الولي من العمليه التربويه ما نجموهاش وحد. احنا ما تشوف احنا قداش باش نعمل عمليه الجري والهيط والانضباط والعياط والعقوبات راهي ما تاديش النتيجه. هو سيد احمد لهنا سامحني باش نداخل الطرح اللي قلته من الاول معنا من بدايه الحديث انه فما اولياء مستقلين. تمام. انا شوف مش مبرر ولكن احقاق الحق انه فما برشا اولياء ما فهمتش رواحها يا اخي تجري وراء العمل باش توفر والا باش تقعد معناها متلازمه خاطر فما بعض الاولياء تلقاه يسافر صحيح. فما بعض الاولياء كل يوم عنده سوق مثلا يمشي هو تاجر صحيح. فما اولياء فهمت سيد احمد راهو فما اشكاليه ساعات احنا كاساتذه نستدعى وبعض الاولياء يقول لي يا خويا راني مش راهو اللي يصيح يضيع فم شنت لها نخدم ساعات انا مثلا نعطيك في اكزامبل انا في معناها يخصني انا مثلا نبعد على استدعاء الولي. علاش نبعد على استدعاء الولي؟ نجم التلميذ نتفاهم معاه بشويه نفهمه نبسط له نوريه يوديها والنقاط اللي لازمك او الثنيه اللي لازمك تمشي فيها ونبعد نحاول نتجنب نبعد على استدعاء الولي لانه الولي فما مره جاني ولي قال لي اخويا هاني جيتك والله يا ربي فضلك ونعرف مصلحه ولدي والله قال لي نخدم وخليت الصانع وما نعرفش عليه الصانع يهنيني ما يهنينيش. دونك سيد احمد فما اشكاليه فما معادله صعبه صحيح. فما معادله صعبه في الظروف هذه اللي نعيش فيها صحيح. في الظروف هذه الحقيقه صحيح هذه فما اولياء ولا معاك فما بعض الاولياء مستقلين تماما. تمام سي شكري اللي اغلب سامحني سي احمد ولكن فما حاجه يلزمنا نفهموها كيما قلت انت بكري قلت يلزم العقليه تتبدل ويلزمنا نخدموا فماش مو هذا ولا دونك سي احمد تجارب نتبعها يلزم نفهموا رواحنا ان وراو صغيراتنا كيما نعتنيوش بيهم وما نركزوش معاهم المجتمع بعد بكله باش ينقلب لانه عايشين بكلنا فرد فلوكه. صحيح. بالله سي شكري يا اخي الكرسي اللي فيه اي واحد الان يعني مو باش يجي نهار ويخليه باش ياخذ واحد اخر. هذا هو. احنا مو يلزمنا نهيئوا الجيل. هذا هو. لقياده هالوطن. هذا هو سيدي. احنا مشكلتنا اننا نفكر بضمير الانا ولا نفكر بضمير نحن. انت مأسي شكري ما تشتاش وحدك راك في القيروان تعيش مع 300 الف ساكن وتعيش مع 12 مليون تونسي اذا باش يفكر كل واحد وحده راهي خليت غلط. احنا نفكروا مجموعه نفكروا كامه نفكروا كشعب. احنا يلزمنا الشعب الاطفال نعدوهم ونحذروهم باش يقودوا البلاد.
سينو راه باش يجي نهار ونبدو نتسلفوا شكون يحكمنا، وهذا من العيب والعار، عار على امه على شعب كيما الشعب التونسي الضارب في الحضاره والقدم وتاريخنا اللي يشهد بي عندنا ساده افاضل وشعب تونسي وشعب عظيم ياسر ما يعرفوش تاريخه. يا سيد احمد العقليه هذه انا نحب كان فما فاكسان اصل يتلقح يتلقح خلقحوا كيما قلت موجود. عقليه يلزمنا نخموا على الوطن نتاعنا. لا سامحني اخي كي ما تخدمش شكون باش يجي يخدم عليك؟ صحيح. الزميل اللي في اي مكان والا الامني والا الجندي والا الاداري والا الفلاح والا الصناعي والا كي ما تخدمش انت وتحافظ على صناعتك نتاع النحاس نتاع الجبه ونتاع شكون باش يحافظك عليها؟ واحد في دوله اخرى مستحيل. راهو الشعوب تبني وتجارب، احنا ما خديناش تجارب الاخرين، ثم شعوب نهضت، شعوب في افريقيا وفي اسيا تبدلت من حياه التخلف اصبحت شعوب متقدمه بقيمة واحدة هي قيمة العمل اللي أساس ديننا وحب الوطن. وهذا حب العمل، هذا حب الوطن، وطنك تحبه تخدم. يعني سي شكري تشوفنا احنا مجهود اللي نقدموه كان نقيسوه بك العقلية البالية البائسة متاع نعطيه ملاك قد فلوسهم لا صدقني يطيح علينا. لا 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 أنا نخدم لأني أنا نحب خدمتي، أنا اخترت باش نكون رجل تعليم، ما ضربني حتى واحد باش يقول لي برا قريب السيف، انا حبيت مهنتي ونهار اللي مشيت باش نقدم في الاداره ما ضربني حتى واحد قال لي يمشي. دونك كي نخدم نخدم كما يجب ان يكون، سينو خليها الغيل. اطفالنا على فكره اطفالنا والله العظيم من تجربه متواضعه منجم تاع ذهب لو كان تمسه وتتلهى بيه. انا كي نقريه درس راهو يلزم الولي في الدار يتبعه. سي شكري احنا نجحنا راهو في حياتنا سامحوني في الكلمه بنعل من البلاستيك عليه وردة وكانت أمي تلوح به وتهددنا، ما كانتش أمي مراقة تقرأ ولكن حشاكل مشلاكة كانت تقرينا. أي نعم وهي ما تقراش لأن الولي كان عنده إرادة أنه يقري ولده. احنا توبا البس خذ السبادري خذ السروال خذ كذا، لكن اش عملت في دفوار المات وإلا الإكزارسيسات اللي عطاهم لك أنيستي خدمتهم ولا ودرس العربية؟ احنا تو تلامذة يخدم واحد بركة والبقية نقلوا عليه شرح النص. هذا هذه مهمة الولي. لا لازم يتبعوا الولي هانو كي يدخل التلميذ من المكتب يحط المحضر يقول يا امي فما شفتوه تقولوا برا خرج للشارع هاني بعثته وهي للكليه والا الولي يجي هذا كان اذا كان ولده عنده مشكله يجي للاداره وبربي ولدي راه متربي وما يخبي عليه شيء. سامحني كي ولدك متربي ايش وصله لهنا؟ صحيح الخطا يقع سبحان الله لكن راهو يغلط ونعاقبوه ونعاقبوه مره واحده ونصلحوه ويرجع، لانه في النهايه رانا نخسر في 100,000 تلميذ سنويا. مشكله يخرجوا من المؤسسه التربويه مشكلة. خاصه مؤسستنا نحن، احنا في بيئه صعبه جدا، احنا رانا مشكلة. على الجمر معناها التلميذ معناها 100,000 يبعدوا على مقاعد الدراسه سنويا. سنويا الدوله هي كارثه وطنيه، ارقام كارثه وطنيه. راهو سي شكري تعرفهم تلامذتنا يا اخي كي يخرج وين باش يمشي؟ باش يمشي للشارع. مشى للشارع. انت خسرت تلميذ وخسرت الشارع وربحت جانح جديد. ربحت واحد في سوق العطاله في سوق على ابواب الانحراف نقولوه. مؤسستنا تسرقت مرتين. شكون يسرقوا فيها؟ ناس كانوا يقروا فيها. ايوه ناس كانوا يقروا فيها. وقت اللي يولي كره المؤسسه التربويه بالشكل هذايا انه يسرقها ويخربها فعلى الدنيا السلام. احنا بالعكس احنا نحبوا وكانت تجربه في الـ في الـ في المكتبه الجديده نتاعنا تجربه مع زملائنا في الابتدائي ان نحبوا التلامذه في المؤسسه. المؤسسه راهي نتاعك في النهايه، شكون باش يبقى فيها؟ رانا باش نخرج ونتقاعد باش نموت. انت اللي باش تملكها، انت اللي باش تحكم فيها، انت اللي باش تسيرها. هذه العقليه سيد احمد لازمها تكون موجوده، هذه العقليه انه يعني تخمم انه باش يجي خوك وباش يجي ولدك قرا. جاتنا وليه تاخذ في شهاده مدرسيه قرات في المؤسسه وولدها معنا. ايوه هي مش تواصل للاجيال معناها قريناها احنا. هي قريناها وجات ولدها مازلنا صغار سيد احمد. لاباس لا ما شاء الله اللهم لا حسد. ايوه اللهم لا حسد تبارك. أيوة. الله يعطيك الف صحه سيد احمد. صحه وعافيه باش يعني نحب يعني الحوصله نتاع كلامك انت وجوه بامتحان البكالوريا ولو فكره صغيره تو قريب البكالوريا نهار 8 جوان ان شاء الله. نهار 8 جوان نصيحه لابنائي وبناتي ان شاء الله اولا نتمنوا لهم النجاح والتوفيق ان شاء الله ربي يوفقهم الكل. نبعدوا على الغش. أيوة. الاجهزه الالكترونيه راهي مساله كارثيه وعقوباتها صعبه جدا.
اثنين الاستعدادات بخطى حثيثة بهدوء ونغسروا شرواحنا. أنا وصيتي الوحيدة النوم باكرا، راهو النوم سلطان. أيوة. التلميذ كي يبدأ يسهر للساعتين والثلاثة وقهاوي وسواقر راهو يرهق في بدنه لجور جي يوم السباق الخيالي اللي معاملين عليه. أيوة. يفشل، احنا ما نحبولهمش الفشل طبعا، نبعدوا على الغش، حضروا رواحنا في النهاية رغم راهو اللي كتبوا لك ربي باش تشوف الامتحانات راهي عادة ديما في المتناول، راهي ما تخرجش على الإطار المدرس اللي كتبوا ربي في هذه في النقطة هذه أنا مش ندخل اللي كتبوا ربي مع سعيك طبعا انت. ربي راهو قال اسعوا المصيبة إلا بما كسبت أيديكم. أيوة صحيح. إذا أنت مصيبة خير ونجاح بما كسبت يديك صح، هذا صح. وإن فشلت وأخفقت بما كسبت يدي. والأولياء سيد المدير نحب نشكره على الأولياء اللي ما جيوش تراهم الأولياء إن شاء الله وقت الكونسيت تقاهم مليانين صح. مليين قدام إذن وقفين ولدي والأستاذ الفلاني أش بيك مريتش من لو إيجا معانا فهمني المدير ما يقلقش منك كي تجي الجمعة والله أنا نكون الجمعة يومين ما عنديش مشكلة والإدارة ما تقلقش منك ترى واجبنا نخلصوا عليها فرنساوي قال لي سوي بيي بور سا خلص فيها باش نسهر على المؤسسة ونستقبل الولد كان طبتنا تهزنا المعلمين وتقول له حاسبني بجلد مش عمر ما ريت أم ولا أبو أمي ولا أبي عليهم رحمة الله يمشيوا للمدير ويقولوا له هاو الأستاذ بخص بنتي شو علاش بخصها بخصها باش هي تروح وباش هي تقرأ باش هي كذا أكل بخصها قدام أصحابها هي تحطها بين عينيها ما عادت بخص لأن الغرب جيل شيء يا شيخ عمران تبدلت العقلية المهم نتيجة متاع التقليل احنا شوف كنا نحكيو احنا على النقاط كل نقطة تحبلنا لها شهر ايوه ولا كل معناها وكل شهر معناها في اربع حصص والله علاش ناس شكري راهو الشيء لازم ليه؟ احنا مستقبلنا في صغارنا في مستقبل اهم مستقبلها في شبابها في شبابته الشباب هذا ان زرعته خيرا فخير صح. وان زرعته شر فشر احنا ما نحبوش شر ونحبوا الله يبعد الشر على بلادنا وعلى اراضي بلاد المسلمين كل لكن نحبوا نتكاتفوا خاصة تو أيام الامتحانات ولدك يرقد بكري هذا ما فيش ماكلة خفيفة الفينيسيون القراية تو المراجعة راهي حكاية فارغة باش ترزن على روحك بالحكاية شوية شوية تركيز هدوء ما نزربوش ما نغشوش خاصة الغش راك تورط في روحك في مسائل متاهات أخرى أيوه وان شاء الله سيد احمد ان شاء الله موفقين ان شاء الله موفقين ان شاء الله تختتم يعيشك ان شاء الله الدراسيه ان شاء الله بنجاح والدات 2022 ان شاء الله ان شاء الله تكون نسبه نجاح مرتفعه خاصه مرتفعه ان شاء الله وان شاء الله تزغريت الباك تكون موجوده برشا اكيد يا رب ان شاء الله ربي احلى صوت تسمعه أيوة. من هنا وهناك ان شاء الله ربي يفرح ربي يفرح المؤمنين كل ان شاء الله يعني اب وكل ام ان شاء الله وان شاء الله تكون سنه دراسيه مكلله بالنجاح مره اخرى بطبيعه الحال سيد احمد التليل المسعودي مشكور على الإضاحات هذه والجزء هذا نختتموه باغنيه جميله تعجبني برشا غنيت المطرب التونسي المطرب العربي لطفي بوشناق علمني بطبيعة الحال من هذا المنبر ننصح ونقدم نصائح يعني ثمينة للأولياء يعني الاقتراب أكثر ما يمكن لأبنائهم في هذه الفترة بالذات مثالش نقربوا أكثر نستحق معناها الأبناء تستحق دعم معنوي من عند الولي مثالش إذا كان ولدي ما جابش معدل تريميستا الثانية نشجعه في التريميستا الثالثة هذه ونقف بجنبه نفسانيا نحذره بالقداء لأنه كما نعرفه الولي راهو أموره معناها كما كان بكري يحكي سيد أحمد على يعني نفسيته بسيطة جدا نجمو ننصحوه ما يسالش حتى كان متغشش الولي على ابنه ولا بنته ما يسالش كي نحي الغش في الفترة هذيك خليني ندفعوه الولي سيد أحمد هكا ولا يعني ندفعوه التلميذ باش ينجم معناها يدارك اش نقولوا والتدارك ممكن جدا والتدارك ممكن شوية تركيز معناها يعني الإمكانية واردة
خاطر ما نساوش حاجة. شوف سيد أحمد احنا نحكيه من المنبر هذا راهو التلميذ إذا كان تحنى التريميستا الأولى والثانية ويدارك التريميستا الثالثة ينجم حتى كي يجيب لنا 9 فاصل راهي الإمكانية النجاح واردة معاه القانون سيد أحمد والمناشير معناها تلميذ جايب 9.30 وفاصل 20 ينجم ينجح بالإسعاف. دونك ما نفقدوش الأمل وما نفقدوش الأمل لأبنائنا لأنه راهي سنة دراسية كاملة سيد أحمد بصراحة أنا نقولها للتلامذة يعني بردها القاصح بمطرها بتعبها والتلميذ يجي يعاود السنة الدراسية هي تولي عبء على التلميذ وعبء على الولي ولهذا معناها نجمو ننقذوا سيد أحمد أكيد فما الإمكانية باش جدا معناها ثم ناس عندها 8 فاصل قريبة 90 كذا 9 فاصل نجم ولهذا يجيب 11 معدل نجم يدخل زون دو نوف ولهذا نقرب أكثر لأبنائنا وإن شاء الله ربي ينجحهم وربي ينجح كل ولي وكل تلميذ. طبعا حان الآن مع موجز الأخبار للمنشطة سهام حمدي. متابعي ذات الحياة اف ام أهلا وسهلا بكم على 93 في برنامجكم حضرة السيد. مرة أخرى نشكر اللي التحقوا ويستمعوا فينا الآن. طبعا تحدثنا ركزنا شوية اليوم على الاستعدادات اللوجستية للإدارة التونسية للامتحانات طبعا لتلامذتنا وضحنا الأولياء كيفية باش يقربوا لأبنائهم أكثر. فما عادة قديمة هي موجودة في القيروان والشهلول يعرفها والشيخ عمران يعرفها أنه الناس يعتقدوا يمشيوا للسيد صاحب الجاه في أيامات الباك وأيامات الامتحانات. معنا على الخط سي طارق العلاني وهو باحث في التراث المادي والمادي. مرحبا بك سي طارق. اهلا وسهلا مرحبا بك سي شكري. نورتنا سي طارق مستمعي حياه فهم. يعيشك وبيك اكثر. انت اليوم مش بحذانا في استديو بطبيعه الحال غبت اليوم غياب لازمك تجيب لنا الولي طريقه جايه وتجيب بطاقه دخول فهمت باذن الله. والحصه الثانيه بطبيعه الحال سي طارق حكينا على الامتحانات وفما بعض العادات اللي موجوده هي ولو من باب معناها الفدلكه انه كنت فما معتقدات ما نعرفش اكيد باش يعني تحكي لنا عليها درتش لنا عليها. هو صحيح وكان ثم معتقدات مثلا الوليد كي يمشي يعدي الامتحان يحطوا له شويه سينوش في جيبه وزيد بخلاف هذا ساعات يبيتوا له ستيلو في سيدي الصحبي او في ولي اخر نتاع الحومه. كيفاش يبيتوا ستيلو؟ ستيلو يبيتوه في سيدي الصحبي. كان قبل فما الحاجات هذه من المعتقدات يعني للتشجيع ويمكن عندها يمكن بعد نفسي اكثر منه معناها روحاني. وزيد بخلاف هذاك ثم الوليد اللي تقى معناها مش عادي الامتحان تقى ثم احاطه خاصه به نقولوا احنا ما يخليوش يقضي ما يجيبش. نعرف احنا مثلا قبل كان مثلا الديار في وسط البلاد العربي ما فماش ماسونات والسباب اللي كان قبل يجيبوا الماء كل حد صحيح. عنده دور لكن يبدا مش عادي امتحانك الجمعه هذيك الكل ما يجيبش الماء مثلا يدلل يدلوه ما يبزعش الجباله. ايوه ما يبزعش سبري وما وما يصرفش ما يجيبش خبز المصروف وما يهبش أيوة. ما يهز زاد الخبز للكوشه زاد أيوة. ما كان تقبل الخبز للكوشه تمشي فهمت ولا يوليو اخواته يهزوا عليه الحمل ويبداو معناها هي وبصفه عامه ثم حاجات اخرى زاد تحكي وقت سي زياد قبل سي طارق انت أيوة. تحكي وقت أيوة. الكالكول 60 على 60 معناها نحكيه في التاريخ القديم هذا في التاريخ القديم بطبيعه الحال أيوة. وكان اكثر من هكاك تلقى ساعات معناها الوليدات اخواته تقام يبداو يعملوا شقاقه باش عام كامل هم يحطوا فيك الشقاقه باش نهار النتيجه يبداو يتناو في النتيجه تكون بوزيتيف يكسروا الشقاقه ويشريوا معناها نقولوا احنا الشروب ولا أيه. ولا كازوز يا حسره سي طارق على الشروب ويعطيك الصحه والله أيه فكرتنا فيه كان قبل يتحل في القصعه الشروب يا حسره يا حسره أيه. يا حسره زيد نهار الامتحان يعطيه طبع سكر ولا طبع سكر طبع سكر طبع سكر ما يتحملش السكر فهمت ولا هذه حاجه من الحاجات يعني هذوما الحاجات اللي تمتاز بهم لايمات الامتحان واحنا نفكروا قبل كي يبداو اللي عندهم امتحان سواء زيزام ولا باك واحنا صغار يقولوا مسكنات ماشيين معناها مش عادي يعني ثم ستريس انا حكاوا لي حتى على شهاده التطويع كيفاش كانوا يلبسوا اللبسه فما الشهاده الاهليه اللي موجوده في الجامع الكبير اللي هي تقريبا تضاهي الباك ايوه وبعد يمشي الجامع الزيتونه السي طارق بالله
هي ملاحظه سي طارق، معناها هو اللي ياخذ الاهليه من مسجد عقبه بالقيروان هي بيدها يمشي بها الجامع الزيتون يكمل. لا هو 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 جامع عقبه بالقيروان هو أيوة. فرع من فروع جامع الزيتونه. ايوه كيما احنا عندنا التعليم الابتدائي والثانوي وبعد الجامعي. أيوة. جامع الزيتونه كانت شهاده الاهليه هذه فيها حفظ قران وفيها فقه وفيها برشا حاجات وفيها حتى علوم اخرى وكل شيء. ووقت اللي ياخذ الاهليه يولي يمشي باش ياخذ شهاده التطويع اللي هي في مقام الاجازه توا. ايوه والشيء انه كان جمهوريه سي طارق سامحني معناها من صفاقس ومن سوسه يمشيوا لجامع الزيتونه. ايوه جامع الزيتونه معروفه. واحنا حتى ثم حتى من القطر الليبي والقطر الجزائري كانوا يجيو يقراوا في قروان. ايوه وكانت المدرسه الحسينيه هذيك مدرسه زاد هذيك فرع من فروع الزيتونه وكان زاد فيها مبيت مدرسه الحسينيه وبخلاف هذايا وفما المدرسه العوانيه زاد المدرسه يعني العوانيه من المدارس. اي المدرسه العوانيه زاد كانت توا موجوده هي لكن توا فيها جامع وفيها مقام وكل شيء وتوا معناها الاثار نتاعها موجوده وفما ترميمها وقع ترميمها اخيرا. على كل حال اللي حبيت نقوله حتى في التعليم الجامعي اللي في جامع الزيتونه كانت الامور صعيبه برشا وكانت نقولوا احنا مكلفه زادة باش يبعث ولده يلزم يشري له نقولوا يمشي يسكن ساعه يسكن في وكاله. ايوه يسكن في الفوي يونيفرسيتير توا كيما توا ويشري يلزم يشري يقولوا احنا بابوه باش يطيب عشاه. ايوه وصحن ومغرفه وزيد الفنار اللي باش ولا غاز باش يقرا عليه باش يقرا عليه وكل شيء. معناها الناس الظروف اللي كانت صعيبه ظروف يعني التعليم قبل صحيح راهو الناس كل من قديم الزمان تتعلم لكن كانت الامور اصعب من توا. ثم توا احاطه اكثر واكثر ميزانيه زاد وكل شيء. والمدرسه العوانيه باش نذكر انه كانوا يسكنوا فيها زاد يباتوا فيها ويسكنوا وكانت المداخيل نتاعها باش الناس تسكن العباد وكل شيء. ثم كل حبس اللي كان موجود ثم ناس تحبس ارزاقها. أيوة. او جزء من ارزاقها فهمت ولا باش معناها طلب العلم. وهما هو بيدو العواني كان عنده معناها املاك وكان كان حبس المداخيل نتاع الفلاحه ولا غيره. أيوة. يصرفوها على المدرسه لصيانتها وزاد لتربيتهم وباش يوكلوهم وكل شيء. كانت يعني موجوده الحكايات هذه. توا بطبيعة تقلبت ولات فما برشا حاجات أخرى ولات الأمور أكثر وفما إحاطة أكثر وفما رغم اللي التعليم هذا محل كلمة حق كانت قبل اللي عنده شهادة الأهلية راهو عالم من العلماء على حد توا. توا الغالب التعليم نقص شوية قيمته. تبدلت الأمور هو سي طارق هذا هو ضريبة التطور وضريبة التحولات و هذا هو اللي مش حبيت أن ندخل لك على قصة صغيرة. أيوة. يعني فما شيخ من الشيوخ يحكي على واحد من اصحابه كيفاش مشى لجامع الزيتونه فهمت ولا ومشى لجامع الزيتونه ويلقى صاحبه من ولد بلاده قيرواني مش يروح وبتباع هو جا عنده فلوس باش يشري نقولوا احنا البابور باش يشري الحل والمغرفه وما لازم وكل شيء. يا اخي اش عمل؟ عمل عليه مزيه قعد يذكر له بها الى اخر يوم في حياته. قال اعطاه كل الماتريال هذاك كله هذاك البابور والبابور وكل شيء. قال وقت هو يحكي بيده قال هذاك عباره اعطاني كنز كامل خاطر الامور كانت صعيبه برشا. قال ما روح الا بالعبانه نتاعو خاطر العبانه غاليه شويه فهمت يعني هذه الحاجات اللي كانت موجوده. شوف شوف الناس كيفاش سي طارق كانت رغم الظروف الصعيبه وطلعت معناها الرجال وتبنى الوطن معناها بفضل شكري. ايه بفضل الناس هذوما الامتحانات نتاع الباك ولا نتاع السيزيام قبل ولا نتاع الجامع الكبير باش يطلع الجامع الزيتونه وسي طارق معايا معناها يسمع فيا كانوا يعملوا صلاة الكامله فهمتني يعملوا صلاة الكامله يجيبوا قبل ما يعدي الوليد يعمل الصلاة الكامله وكذا ويدلوه كما قال سي طارق فهمتني ويرقد بكري وعنده ماكله خاصه وعايش ولدي وكذا فهمتني وينجح برغم اللي قاضي على شمعه وعلى قيس. الذكرى الصلاه الكامله هي دعاء اللهم صل الصلاه الكامله وسلاما تاما على النبي تنحل به العقد. على كل حال دعاء معروف هو لانه يتقرا 4444 مره وتسمى زاد الصلاة النارية. صحيح وفيها بركة. يا سي طارق. فيها بركة. سي طارق. وفما حاجة أخرى. سي شهلول. يا سي طارق. فما حاجة أخرى أنت نسيتها. كانوا قبل كي يجي يعدي هو قبل بنهار يهزوه الأولياء الله الصالحين يقولوا له نزوروا يزوروا جده مثلا
سي عمران يمشي جده مثلا، الاخر يمشي السيد الصحبي، الاخر يمشي اعتقادات هي فما فم ربي هو ما هو عندهم من ساق ما عندوش لا شرك بالله لا حد شيء. لا يقول لك مش ينفع، يقول لك مثلا هذايا نتبرك انا فهمت لا تساعدني انا مثلا مشيت مره عملت هذيك الى المولى سبحانه وتعالى اي حاجه نفسيه لا غير فهمت لا ذاك مشيت نعدي سجام هزتني امي وقتها فهمتني ولا تدي عارفه جدنا فهمتني ولا الحمد لله احنا ولاباس والحمد لله. الستاره ستارق مشكور، ولكن قبل تغادرنا باش نسالك سؤال، وينك الاسبوع الفارط؟ ما يظهر لي وليت رحاله يظهر لي الى حد ما فهمت ولا حد أيوة. ما والله مشينا مع فرقه نوال الاستاذ حاتم دربال اي سي حاتم دربال اي استاذ معروف كانت عندكم مشاركه سمعت به كانت مشاركه حلوه برشا في مهرجان الساقس للمالوف الغرناطي. ايوه. وهذه دورة أولى كرموا فيها العديد من الفنانين كما محمد العش وكما لطفي بوشناق وكما العديد من الفنانين. وخصوصا السهرة بتاعنا احنا كانت فيها تكريم الفنانة سلاف. الفنانة. ابنة مدينة القيروان. ايوه. مدام مدام دالندا الخضراوي. دالندا الخضراوي. دالندا اسم نتاعها الكامل دالندا الخضراوي. طبعا الناس كل تعرف سوليف وصوت سوليف والنبرات الصوتيه ايوه كامل لنا سي طارق كيفاش كانت الاجواء؟ تبارك الله بالحق كانت اجواء حلوه برشا الحق تخال. والعرض الموسيقي اللي تعمله هو عرض موسيقي للمالوف ايوه لكن تخللته مروحات مسرحيه، شيء معروف انه فما العروض المسرحيه ايوه تخللها مروحات موسيقيه ايوه لانه هذا العرض الموسيقي هو عرض يعني خاص جدا انه فيه هو عرض موسيقي وتخللته مروحات مسرحيه. والمروحات المسرحيه هذه هي تقديم لكل شكون قام بالمروحات هذه سي طارق؟ المروحات المسرحية قمت بها معناها المتشرف بخطابكم الله 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 يعطيك الصحة. هي مروحات مسرحية هو تقديم نقولوا احنا للوصلة الموسيقية الذي وربط الوصلة وربط الفقرات يعطيك الصحة سي طارق ربط الفقرات بمروحات مسرحية ايوه على كل حال هي واعتمدنا بطبيعة الحال على كاتبنا المسرحي الكبير والمعروف سي حسن الكناني في العديد من المداخلات ايوه يعطيه الصحة ونوجه له تحية هو نوجه له تحية بطبيعة الحال واحنا بطبيعة الحال احنا في الحقل الثقافي نكملوا بعضنا سواء مسرح او سينما او موسيقى او حاجه يلزمنا ونوجه زاد تحيه لسي حاتم دربال نوجه له تحيه على المجموعه الموسيقيه نواه والعرض المتميز اللي بصراحه يعني اعطى اصداء طيبه وشفت يعني في صفحات التواصل كان عرض متميز و الحمد لله ربي لك تحكي لنا على المرافقه المدام سلاف على كل حال هي قبل المرافقه قدمني سي عبد الستار عمام والمؤرخ المعروف اي وقال هاو معناها سي طارق العلاني مش يقدم معناها سي طارق هو قال مش يقدم انا ايوه على كل حال وانا طلبت من الجمهور قلت لهم راني ان شاء الله اوفق فيما سعيت اليه وقلت لهم راه من اجتهد واصاب فله اجر واحد ومن اجتهد ولم يصب فمن اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد ايوه قلت لهم على خاطر السيده سلاف راني راضي باجر واحد لكني اطمع في اجرين ان شاء الله ان شاء الله تكون وفقت. على كل حال نعطيك بسطه من المداخله اللي عملتها قبل قدمت بها السيده سلاف ايوه تسمعوني قلت نختم حكايتنا بحكايه جميله على نجمه ساطعه في سماء الفن ايه وعلى نغمه صوتها لو طارت هن ايه هي في الحقيقه اخر العنقود واحلى الانغام تجود وعلى غناها تبكي الكمنجة ويتنهد العود ايه فنانتنا من الزمن الجميل مولاة الفن الأصيل ايه اي كيف سمعت باللمة واستدنوها أهل الكرم والهمة لبست أحلى حلة قول انت عروسة تتجلى ايه هاي جيت لأمها وقالت لها يما يا غالية شرطي الوحيد باش نحضر فيها السهرية جيبوي الاحباب راهو قلبي وجعني. اي هذوما لغال يعطيك الصحة. قالت لها امها حليلي وي حليلي وي قلت فينا يا غالينا. اي قالت لها تيزي يا امي تدكك عليا
راهو ملي راح الغالي راح وانا مريضة هي. اي حلو. قلت لها امها وهي بنيتي خليها في سرك خليها حكايتنا الحلوة وماضيها. اي هذه زاد قلنا من الاغاني اي عاد يخفى عليك عاد في انت ودومان عاد في ايوه يعطيك الصحة. غزرت البنية لامها والفرحة في عينيها وقالت لها يا ما قلبي يطير ويجنح. اي وهذا الكل جر طريدي الغالي. اي وهو محبوبي الغالي. اه ضحكت امها قالت لها ماذا والشفاوي البخاري ريتو والله ريتو واثمر مسرع. الله 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 يعطيك الصحة. اوه اما يعيش بنتي اي ما يعيش بنتي اذا تشوفوه بالله يلوموه. اي قامت البنية وبست امها من جبينها قالت لها معنى الجمال هو انت روح الدلال هو انت. الله 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 هذه يا سيدي تفاعل مع الجمهور وصفق وشيء يعطيك بعد ما الصحة يعطيك الجمهور. الصحة يعطيك الصحة ستارة صح عليك الأجران يا سيدي ماشي اسمعني يا ستارة معاك بارك الله فيك عايشك يا سيدي ستارة السؤال كيفاش كان وقع يعني السرد يعني هالتقديم هذا على مدام سوليف سيدي يقول لك حاجة سوليف شدت الميكرو أيوة شدت الميكرو السويد وقالت شنو يا سيدي علاني وكان سمعتني أم كلثوم راهي غارت مني كان سمعتك أم كلثوم راهي غارت مني على كل حال حبيت نكمل الكلمة الأخرانية أيوة وقت اللي كملنا هذه معنى الزمان هو أنت وروح الدلال هو أنت صفقة الناس كلهم هنا وبعد ترتاح الخير قلت لهم ملا إذا كان مطربات تونس بالمئات بل بالالاف ويمتدوا من الساقس للقروان وحتى للكاف تبقى اشهرهم واجدرهم بالاعتراف سوليف مطربتنا القديره سوليف. اه يعطيك الصحه. اه سي طارق يعطيك الصحه اخويا. شوفوا شوفوا يعني حتى امن ابو خيت يعني وجهت لك تحيه بالتصفيق يعطيها الصحه. يعطيها الصحه بارك الله فيك وانت يعطيك الصحه بطبيعة الحال ستارق انت راك فنان والنقشة الحلوة انك كيفاش خيطت عناوين الاغاني بالحوار هذا الابداع وين الحمد لله بطبيعة الحال نشكروك ستارق وان شاء الله هذا ما تغيبش علينا اخويا فهمتني ولا راهو الكرسي نتاعك ما خلينا يقعد عليه حتى واحد الكرسي خلينا هولك حياتا فاهم انا عندي برنامج مع سي احسن الكريني باش نعملوا مسلسل اذاعي ايوا اذا كان نلقاو الاعتمادات ان شاء الله تو نعملوه في حياه الفهم ان شاء الله. مرحبا مرحبا سي طارق ونشكروك مره اخرى سي طارق وما تغيبش علينا وبارك الله فيك. عايش خويا ان شاء الله الى اللقاء عايشك مع السلامه الى اللقاء. شنو رايكم سي شاهلول اش حبيت تقول لي بكري كي جبد على مدام سوليف ما نعرفش على مدام سوليف معناها فنانه عظيمه والعظمه لله ايوه ووقت اللي غنيت هذايا ريد الغالي خذيت صديق كبير ياسر في التاريخ هذاك ايوه حتى وقتها الشيخ عبد المجيد بن سعد رحمه الله فهمت لا وقت اللي يعمل في المدائح والاذكار خذا عمل الكلمات وغنى لها الاغنيه هذيا الغرامه سالي على لحن ريد الغالي الغرامه سالي حير دليلي والغرامه سالي عاشق جمال اللي عليا غالي حير الجديد انا اخذت صديق كبير ونخدموا فيها التوا الناس تخدم فيها في السلميه التوا يجيبوها يحبوها الاغنيه هذيا بطبيعه الحال احنا هكا نوصلوا لنقطه نهايه حصتنا اليوم بطبيعه الحال من برنامجكم حضره الاسياد نشكر كل المتابعين اللي تابعونا طبعا وتفاعلات على الباج الفيسبوك مره اخرى نشكر ضيوفنا الكرام سيد احمد التليلي مسعودي كلمه الختام سيد احمد سعدت كثيرا بهذا اللقاء الحقيقه رائع جدا تجربه اولى لكن ممتازه جدا بارك الله فيكم فما تجارب اخرى باش تواصل انا على ذمتك ال 24 ساعه تعرفني يا في الكوليج يا بحبك ما عنديش مشكله مرحبا بك ربي يفضلك ويخليك مرحبا بك سيد احمد عايشك سي محمد الشابي شهلول نشكرك مره اخرى بارك الله فيك جزاك الله خيرا ان شاء الله نحن نفيدوا ايوه نفيدوا المستمع حتى بحكمه يعطيك الصحه هذه الحاجه الباهيه الايجابيه نحن في مال الاذاعه هذه ان شاء الله نفيدوا المستمع باش يقول الله يعطيهم الصحه قال الحوجه باهيه شيخ عمران نشكرك طبعا بارك الله فيك يا سيدي لا شكر على واجب واجبنا وبلادنا واحنا مستعدين في اي وقت بطبيعه الحال نشكر الفريق التقني اللي تعبناه شويه امنه بوخيت تقني صوت شاكر شحاوي ديجيتال طبعا
سوني نوجه لها أيضا تحية على المكالمات بطبيعة الحال تأمين الكلمات. ما بقى إلا نودعكم أحبابي الغالين، إن شاء الله نتقابلوا في الأسبوع القادم في توقيتنا نفس نهار ونص لحد جاي بحول الله. تصبحون على خير، باي باي، السلام عليكم. حضرة الأسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد.